Hello kids, welcome to a new lesson على قناة محمد بدر ماس. ارجع تفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكوا الجديد والمزيد من فيديوهاتنا. هنتعرف في الفيديو ده على أربع كلمات بيشتركوا مع بعض إن هما بيبدأوا بحرف السي A وبيتنطقوا في أول الكلمة K، زي كلمة كايرو. كايرو ومعناها القاهرة، اللي هي محافظة ومدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية. كايرو حروفها CAIRO، CAIRO، كايرو. تاني كلمة معايا كلمة كارد. كارد ودي معناها كارت أو كارت معايدة، حروفها CARD، كارد، CARD، كارد. تالت كلمة معانا وهي كلمة كيك، CAKE، كيكة، CAKE، كيكة، كيك، كيك، CAKE. رابع كلمة معايا وهي كلمة كاندل، شمعة، CANDLE، كاندل، شمعة، CANDLE، كاندل. هنلاحظ هنا ان الاربع كلمات بيبدأوا بحرف السي A، والاربع كلمات اول نطق لاول حرفين اللي هو السي A بيتنطقوا K. هنقولهم تاني مع بعض: كايرو، كارد، كيك، كاندل. كايرو CAIRO، كارد CARD، كيك CAKE، كاندل CANDLE. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ياريت تحفظوا الكلمات وتذكروها. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناة محمد بدر ميس. شكرا لكم.